هاي، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو كيف نحضر حلوى البرتقال بالحليب. المكونات للطبقة الأولى: 10 أكواب من الحليب، كبيتين من السكر، كباية من النشا، معلقة كبيرة من الفانيلا، ومعلقة كبيرة من الماء زهر. أول شي منضيف الحليب، بعدين السكر، ومنحركن لحتى يدوبوا. منضيف النشا، منحركن لحتى يدوبوا. منشغل الغاز ومننطرهم لحتى يغلوا ويبلش يطلع مثل فقاقيع، ومنضلنا كمان عم نحرك. منضيف الفانيلا وكمان منحرك. منضيف الماء زهر، مننطر لحتى يغلوا منيح ويجمدوا، وهيك بيكونوا جاهزين لتحطوهم بالزبدية. وما تنسوا انه بس بدكم تعبوا نصهم عشان الطبقة التانية. المكونات للطبقة التانية: 6 أكواب من البردقان الطازج، كباية من السكر، وست معالق كبيرة من النشا. أول شي منضيف العصير، بعدين منزيد السكر، أكيد بنكون حاطينه على النار، بعدين منضيف النشا، وبعدين منحركن منيح. بنحطهم على المزيج الأول، ومنحطهم لمدة 6 ساعات بالبراد لحتى يجمدوا منيح. وهيك بيكونوا جاهزين للتقديم. ما تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب. See you in the next video.